كيفاش؟ لا لا انا ما انا المحارقه ما نخدمهمش هكذاك، لان فيهم مشاكل، فيهم مشاكل بزاف، ووصلت احيانا نحن يشرو الشمع صحه يديروا انوار صحه، لكن المحارق نظن لازم لنا حتى نحن كمجتمع كأسر وحتى كدوله لازم نتحكم في هذا الملف، لان كل سنه شفنا ضحايا، شفنا مشاكل، شفنا الى اخره، وخاصه ان راه ملف هذا راه ملف تاع تهريب، كينشروا المحارق يعني رانا نشجعوا في التهريب، ما لازمش، كاين امور اخرى عندها اولويه.